مولاي صل وسلم دائما. مولاي صل وسلم دائما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة الدين والناس مع فضيلة الشيخ سليم. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك. أهلا مرحبا بك أختي الكريمة. أهلا. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال وهو الكبير المتعالي، خالق الأعيان والآثار ومكور النهار على الليل والليل عن النهار. سبحانه هيأ لعبده الخافقين وجعل في خدمته الثقلين وجند لشخصه الدارين، وصلى الله على نبيه الكريم. بعد أن تحجرت قلوب أهل مكة فأعرضوا عن قبول الحق، كانت حادثة الإسراء والمعراج بمثابة منعطف خطير في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق ولا يعرف كنهه أحد. مشاهدينا الكرام، سنتناول اليوم موضوع أو حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس. فضيلة الشيخ، بما أننا سنتناول موضوع أو حادثة إسراء النبي من مكة إلى بيت المقدس، نود أن نوضح للمشاهدين حادثة الإسراء والمعراج للرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون الطيبون، نتوجه إليكم بالتحية الطيبة والسلام الحار العطر، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه القناة الكريمة وإلى هذه الحصة النافعة المفيدة إن شاء الله في الناس والدين أو الاستشارات الشرعية أو الموضوعات الدينية التي يحتاجها الناس في مشوارهم هذا إلى الله تبارك وتعالى. أما عن سؤالك حول هذه الحادثة التي يستقبل العالم العربي والإسلامي هذه الأيام، هذه الأجواء الزكية المباركة المناسبة، مناسبة الإسراء والمعراج. أول شيء ينبغي لنا أن نعرف ما معنى الإسراء وما معنى المعراج، وهل تسمى بالإسراء فقط أم المعراج. فنقول بأنها معجزة عظيمة، وأنها مكرمة جليلة، وأنها تشريف كريم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وفق ما ذكرت من تبلد الشعور وتحجر العقول والقلوب والإعراض التام أو شبه التام عن دعوة الإسلام. حينئذ أكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الاستدعاء أو هذه الدعوة الزكية المباركة لأن يستدعيه هناك حيث لا هناك هناك، إلى الله تبارك وتعالى، إلى حضرة القدس الطاهرة، إلى مكان القرب والمناجات، إلى حيث الملك والملكوت. وهناك أعطاه الله عز وجل هدية عظيمة جدا، هي هدية الصلاة. لم تفرض عبادة على الإطلاق في السماء إلا الصلاة، وكل الأركان والشعائر والشرائع فرضت في الأرض. فإذا هذه المعجزة مقسمة من قسمين، القسم الأول هو الإسراء، والإسراء من سرى يسري سريانا أو يئي المشي بالليل، فكان من مكة المكرمة من المسجد الحرام إلى فلسطين إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى الذي يدنسه اليهود هذه الأيام، وهذا يسمى الإسراء. ثم المعراج، والمعراج هو الصعود من ذلك المكان، الصعود العروج إلى السماء الأولى، إلى السماء الثانية، في الثالثة، في الرابعة، حتى السابعة، ثم سدرة المنتهى، ثم حيث لا يعلم ولم يتجاوز أي مخلوق، إنس أو جن أو ملائكة أو ملك من الملائكة، ذلك المكان، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقول فيه: سمعت صريف الأقلام. كيف تكتب؟ تكتب حبات المطر، سقوط أوراق الشجر، وكل شيء، الأنفاس الداخلة والخارجة لكل البشر في الدنيا مكتوبة. إنا كنا نعد لهم عدا، نعد لهم عدا، أي هذه الأنفاس الداخلة والخارجة، وما أدرك ما علم الله تبارك وتعالى. إذن فكان هذا هو الإسراء والمعراج. الإسراء هو السيران على دابة الأنبياء اسمها البراق، دابة فوق الحمار،
وأقل من الخيل يعني الحصان، وسميت من البراق لأنها تضع كأنها البرق في سرعتها، تضع حافرها أي في النطة الواحدة حيث منتهى بصرها. فكانت في لحظات معينة وصلت من مكة إلى فلسطين إلى بيت المقدس، ثم جاء بالمعراج وأعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا حيث تنتهي علم الخلائق كل هذه التريليونات أو مليارات التريليونات من السنوات الضوئية للكيلومترات المربعة كلها في السماء الدنيا السماء الأولى، ولا يعلم أي مخلوق أيا كان ما يوجد بعد السماء الثانية والثالثة والرابعة. فكانت رحلته صلى الله عليه وسلم إلى هناك. طبعا لو جئنا إلى مسحة تاريخية أو مسحة للوقائع والأخبار، ثم بإمكاننا وبإمكان المشاهد معنا أن يتأمل بعض الدروس بعض العبر بعض المواعظ. لماذا؟ لأننا نحن حينما نستدعي هذه الحادثة التي أولا متى وقعت وقوعها في زمن النبوة مختلف فيه، هل هي في السنة الأولى من البعثة يعني كي كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة والله هذا ما قاله إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، أم هي في السنة الخامسة للبعثة يعني بعد 5 سنوات؟ هذا قول الإمام النووي أبو زكريا يحيى الإمام النووي المعروف، والإمام القرطبي هذا فقه شافعي وهذا فقه مالكي يقولون بأن الإسراء والمعراج كان في السنة الخامسة للبعثة، يعني كان في عمر النبي 45 سنة. بعضهم يقول لا، كان في السنة 10 بالضبط في 27 رجب، يعني في هذه المناسبة اللي هنا فيها نحن 27، وهذا ذهب إليه كثيرون من أنها في 27 رجب من السنة 10. وبعضهم قال هي متأخرة، يعني كان اللي قالوا 16 شهر قبل الهجرة، كان اللي 12 شهر، وكان اللي عام بالضبط قبل. طب هذه مسائل تاريخية فهي مختلف فيها. إذن نحن اعتمدنا هذا وإن كان يبدو أنه مرجوح، لأن خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم توفيت قبل الإسراء والمعراج، توفيت قبل فرض الصلاة، والصلاة قولا واحدا فرضت في الإسراء والمعراج وهي لم تدرك الصلاة. إذن كانت الإسراء ملق بعد وفاة خديجة. طيب إذا عرفنا بلي خديجة توفيت في رمضان وهذا كانت في رجب، ما معنى إذا كان الإسراء والمعراج في رجب؟ إذا رجب شعبان بهجي رمضان به توفى خديجة، إذا رأت الإسراء وهي لم ترى الإسراء، وعلى القول يعني الصحيح أنها لم تدرك هذا. هذه معلومات تاريخية، المهم أننا نأتي على الأحداث. من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام من مكة من بيته، جاءه جبريل عليه السلام، جاءه بدابة البراق ثم ركب فيها ثم انطلق حتى وصل إلى فلسطين إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، وربط البراق في حلقة الآن نرى في الأشرطة التوثيقية الباب والحلقة أين ربط النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن موجودة يعني المكان تاعها. ثم جمع له جميع الأنبياء، شيء فوق التصور، تصوري أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو الداعية الجديد، هو الرجل أو المصلح الآخر، ويجمع له كل زعماء الإصلاح عبر التاريخ، كل دعاة النبل والطهر في تاريخ البشرية، كل الأنبياء والمرسلين، يعني اختزل له الزمان والمكان والتاريخ والجغرافيا والحاضر والماضي والمستقبل، بل اختزل واختزل له حتى الدنيا والآخرة، لأنه رأى كما سنرى رأى بعض مشاهد يوم القيامة. اجتمع له هؤلاء في مكان واحد وفي زمن واحد، هذا لم يحدث إطلاقا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعرف عليهم والسلام عليهم، وجبريل عليه السلام هو مسؤول التشريفات إذا صحت العبارة، هو مسؤول الواسطة التعريفات، قل له هذا أخوك فلان، هذا أبوك فلان، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم كلهم ويتعرض بهم، ثم يحين وقت الصلاة ويؤذن بالصلاة. شكون راح تصوري لو أن هذا المشهد الآن يذاع علينا، هذا مش رؤساء الاتحاد الإفريقي ولا المغاربي ولا العربي ولا هيئة الأمن الأمم ولا مجلس الأمن زعماء 8+1 و5+1 كما قلنا، لا وإن كان هؤلاء لهم مكانتهم، هؤلاء فوق الإعجاز البشري، لأن الله جمعهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم عبر الأماكن التي كانوا يسكنونها والأزمان التي تواجدوا فيها، وأوجدهم في زمن واحد. استقبال لهذا الداعي الأخير، هذا الرسول الخاتم، تعالوا لتستقبلوه وتكونوا في حفل كبير في استقباله، راه يذاع علينا الآن. لو أنه يذاع علينا وبعد الحق وقت الصلاة، وشكون يتقدم؟ طبعا احنا نعرف نرى ونحن المسلمين خاصة دون غيرنا طبعا والحمد لله رب العالمين، نرى بأن كل هؤلاء الأنبياء
أنبياء ومرسلون صادقون أدوا ما عليهم وهم إخوة. نحن العرب نحن المسلمين نسموا من أولادنا موسى صح ولا لا، ونسموا عيسى. هل النصارى والمسيحيين يسموا محمد؟ هل اليهود يسموا محمد؟ ونحن نسمي موسى ونعتبر أن موسى نبيا من, 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 من كبار الأنبياء، ونعتبر أن عيسى عليه السلام نبي لبني إسرائيل المسيحيين، نبي من كبار الأنبياء. فهل يعترفون لمحمد عليه الصلاة والسلام بأنه نبي، بأنه نبي ونبي خاتم؟ نحن نعتبرهم أنبياء ونسمي أبناءنا باسمهم، وحينما نذكر عيسى لا يسعنا إلا أن نقول عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام. في الوقت الذين يضمون محمدا ويصفونه بأوصاف لا داعي لنقلها من بطون الكتب أو أفواه هؤلاء، هذا كلام عابر. لكن أنا نقول ماذا لو أذيع علينا هل في شاشة كبيرة ويعني وصل وقت الصلاة والآن ننتظر من شكون يخيروه يصلي بهم، شكون اللي يخيروه يتقدم يصلي صفوف؟ 124 ألف نبي ورسول، منهم 314 رسول برتبة رسول إذا صحت العبارة، و124 بين نبي ورسول جمعوهم، شكون يتقدم؟ كلهم أهل الإمامة ولا لا؟ شكون تخير؟ إبراهيم، تخير نوح، تخير سليمان، داود، موسى، عيسى، آدم عليه السلام، كلهم عليهم الصلاة والسلام يعني جديرين بالإمامة. لكن بعد ذلك تحبس الأنفاس، تشد الأنظار، وجبريل عليه السلام يختار هذا النبي الخاتم الأخير محمدنا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وروحي ومالي وشأني كله، يختاره فيقدمه ويصطف الأنبياء جميعا فيصلي بهم. نعم نحن في الفقه في الشريعة ربما سنتناولها في حصة الناس والدين، شكون يصلي واحد جوله الضياف في داره ومن بعد الحقد واحد صلاة، شكون يصلي؟ إمام صاحب الدار، صاحب البيت أولى بالإمامة، رب المنزل مقدم. ولكن الإمام الأعظم الخليفة أو الرئيس لو كان يدخل دار واحد ويجي صلاة هو اللي يصلي بهم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما فهو أعظمهم وأفضلهم. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام لو كان يخرج كان يخرج يقول له أنا ليه ولدتني يما زيد يما في هذيك الشجرة هذيك في بيت لحم اللي هم بنوها فيما بعد. موسى عليه السلام لو كان يخرج برك من الوسم ومتاقة من النفي تاع المسجد يقول له هناك قبري. داود وسليمان يعني كثير من الأنبياء تلك محلتهم وهم سكان البلدة وهم أبناء الحي، ومع ذلك تقدمهم في الصلاة. أولا دل على أن هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنهم كلهم إخوة لأنهم صلوا صلاة واحدة بانتظام بقيادة واحدة هي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دل على أن القيادة الروحية زعامة الأمانة أمانة الوحي سحبت من يد اليهود لأنهم لم يعودوا مأمونين عليها وسلمت للعرب، أخذت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، أعطيت لهذا الرسول الخاتم، أنت الآن أنت وكتابك الجديران بقيادة العالم في مجال الهداية، في مجال الغيب، في مجال الدنيا والآخرة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن أنا أقول لنفسي ولغيري إذا كان هذا الشرف انتقل إلينا فليس من الشرف أن نضيعه. إذا قال الله عز وجل في شأننا نحن العرب المسلمين الذي نزل القرآن تشريفا لنا إن هذا القرآن إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي ذكر إنه شرف لك. في إحدى بيانات هذا الكتاب العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي بمعنى أن خيريتنا نحن خيرية خصائص، فإذا أضعنا الخصائص أضعنا الخيرية، فإذا أضعنا الخيرية ذهب الشرف ولا كرامة، ضاع الشرف، أسقط الشرف، نحن المسؤولين عنه، انتقل إلينا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن في وكأن هؤلاء الكبار، هذه أيضا درس الآن من الدروس التي نؤكد عليها في هذه الحصة، درس عظيم، كأن هؤلاء الكبار عبر تاريخ البشرية، هؤلاء الزعماء في النبل والطهر والدعوة والتغيير والإصلاح وقل ما شئت في قاموس هذه الكلمات والهداية إلى الله عز وجل وفي تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، اجتمعوا، هذا اجتماع ولا لا؟ اجتماع بإذن الله عز وجل. ما هو جدول الأعمال في هذا الاجتماع؟ كأنهم الآن يتناقشون حول ما هي أهم الوسائل والسبل في إنقاذ الإنسانية، في إصلاح العالم، في هداية الناس، وبعد مشاورات أو بعد إلهامات يختارون أنموذج واحد هو الصلاة
هو الصلاة، هو هذا القيام، هو الركوع، هو السجود. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وهذه الهدية هي التي لما يصعد ويرتفع إلى الله تبارك وتعالى يعطيه هدية الصلاة، فتفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن أتم هذه مراسيم الاستقبال، إذا صحت العبارة هننقولها مش حاجة سهلة، النبي صلى الله عليه وسلم اختار لله عز وجل الأنبياء كلهم من وقت آدم لعيسى عليه السلام، خرجهم من قبورهم. هذا عاش قبل هذا بمئات القرون، وهذا بآلاف، وهذا كذا، وهذا في شرق الأرض وهذا في غربها، جمعهم الكل في مكان واحد وفي زمن واحد وصلوا صلاة واحدة. أليس الأنبياء كلهم إخوة؟ وأليس نحن الذين نعترف بأن كل الأنبياء إخوة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، إخوة لعلات، كأن أمهاتهم شتى لكن الأب واحد. الشرائع مختلفة بعض الشيء لكن الدين العقيدة واحدة. هذه الصلاة هي أعظم صلاة. لو سئلت ما هي أعظم صلاة في التاريخ، ما هي أشرف وأكرم صلاة في تاريخ البشرية، أجب بأن الصلاة التي كانت في الإسراء، لأن شكون الإمام محمد وشكون المأمومين المصلين؟ هم الأنبياء، ولا واحد دخل معهم، لا شهيد ولا عالم ولا صديق ولا غير زبدة البشرية، خلاصة الإنسانية جمعهم الله تبارك وتعالى. هذا كله في الإسراء. ثم جاءت مرحلة المعراج، الرحلة العجيبة الغيبية، كأن الامتداد الأفقي والامتداد الرأسي. بعد أن هو لماذا اللي كانت هي الغاية الكبرى هو المعراج، مش الإسراء، هو المعراج اللي دخل راح مع الأنبياء وش تعرف عليهم في السماء وكل واحد والمرتبة نتاعه، هم بعد راحوا جاب الصلاة. على الإسراء حتى يشير إلى أشياء كثيرة. أولا إياكم والمسجد الحرام، إياكم وفلسطين، إياكم والمسجد الأقصى، إنه مدنس ينبغي يجب تطهيره من هذا الدنس. هذا أمر. أمر آخر أن هؤلاء الذين يسكنون هناك فيما كانوا من قبل من مسيحيين ويهود لم يعودوا، وكانت ذلك المكان هو موئل الرسالات، هو مهبط الوحي، هو مرتع صبا وطفولة ودعوة الأنبياء والمرسلين، ذهب إلى هناك ليستلم الأمانة منهم، فلم يعد أتباعهم، طبعا الأنبياء كلهم أشراف، لم يعد أتباعهم مأمونين أو مؤهلين أو مرشحين لأن يستمروا في هداية الناس. لم يعد للرهبان ولا الأحبار لا الكرادلة ولا القساوسة ولا غيرهم مأمونين على هداية الناس، تعطى لهذا النبي، وهذا النبي من خلاله إلى أصحابه. ولا يجامل الله، لا يحاب الله، إذا قال لهؤلاء قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، من باب أولى أن يقول لنا يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا ما في القرآن. جاءت رحلة المعراج. المعراج في المكان، في مسجد الصخرة الآن، في الصخرة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان الذي ينزل فيه إسرائيل في اللي تبدأ القيامة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قريب من المدينة، قريب ثم فوكون الإسراء حيث النفخة وتجي تنتهي الدنيا وتأتي يوم القيامة. عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا. استفتح جبريل، قال من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أو قد بعث؟ جاء وقته. فاستفتح له ففتح فوجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، أبوه آدم، سلم عليه ورحب به أهلا بالابن الصالح والنبي الناصح، وتعرف به وتكلم هكا، ومن بعد خله راح. فرح للسماء الثانية، وما بين السماء والسماء ما لا يعلم إلا الله. فاستفتح من؟ جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أو قد بعث إليه؟ قال نعم. فاستفتحوا فإذا به وجدوا أولاد الخالة يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام، لأن إماتهم خواتات، مريم عليه السلام وأم يحيى، ويحيى وعيسى ابني الخالة، هذا وليد خالته هذا وليد خالته. فبقى تعرف عليه وكذا، هذا لأنه نسيبوا عيسى عليه السلام، احنا ما عندناش مشكلة مع النصارى ولا مع المسيحيين إلا إذا غيروا النبي عيسى اللي هكم دايرينه إله ولا ابن إله، وهو خطأ، لم يقله عيسى ولا واحدة من أصحابه. احنا عيسى عليه السلام هو نسيب النبي نتاعنا، يماه هي زوجة النبينا محمد عصاص في الجنة، وأخت موسى أيضا، موسى نبي اليهود أخته أيضا موسى، نسيبنا نحن نسيب العرب، وإذا وحتى زوجة موسى عليه السلام، موسى اليهودي تزوج بعربية طبعا، زوجته بنت شعيب عليه السلام في مدين، ونبينا محمد زوجته أيضا يهودية صفية بنت حيي، وحتى أخت موسى كلثم هي زوجة
نبينا عصاصا في الجنة، وزوجة فرعون أو مرأة فرعون يوم القيامة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن اليهود والنصارى احنا نساب معهم إلا إذا كان هم لم يعترفوا بالحقيقة الكبرى، وهي بعد مجيء محمد عليه الصلاة والسلام سقطت كل النبوات والدعوات، ولم يبقى إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشهد لعيسى بالرسالة، هل يفعلون مع محمد؟ نشهد لموسى بالرسالة والنبوة والكلام مع الله، هل يفعلون ذلك مع محمد؟ من الذي يتعصب؟ من الذي ضيق الصدر؟ من الذي لا يقبل الآخر؟ أجيبوا، نحن إذا كان لا يدخل الجنة إلا من آمن بموسى كما يقول اليهود، نحن نؤمن بموسى ندخل الجنة. إذا كان لا يدخل الجنة إلا من آمن بعيسى كما يقول النصارى، نحن نؤمن بعيسى. لكن المشكل ماذا لو أنه لا يدخل الجنة إلا من آمن بمحمد ومع الأنبياء؟ ما كيف يكون الوقت هذا؟ إذن رحابة صدر الإسلام استيعابه للآخر، قبوله للآخر، ولكن انظر الآخر الذي يزعم ويدعي كذا هل يقبل من الحق من العروبة من الإسلام شيء؟ جاء التقى بعيسى عليه السلام ويحيى، سلم عليه، رحبا به، ثم ذهب إلى السماء الثالثة فوجد فيها جميل الناس عبر التاريخ يوسف عليه السلام، تعرف به قال وإذا به أوتي شطر الحسن، فتعرف به وسلم عليه، ثم ارتحل إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه السلام ورفعه، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا، في السماء الرابعة تعرف عليه سلم عليه، ثم إلى السماء السادسة الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام أخو موسى، ثم في السماء السادسة وجد موسى عليه السلام تعرف به. وهنا حادثة، لما تجاوز محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام صاعدا إذا بموسى يبكي ويقول، فلما سئل لما يبكي قال هذا الغلام هذا الرسول الذي بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. ثم قال كان هو يكلم الله، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي شرفت علي، والله عجل يعرف طبيعة عبده ورسوله. ثم ارتحل فوجد في السماء السابعة الأخيرة أبا الأنبياء يعني آدم النبوة وهو إبراهيم عليه السلام، وجده شيخا وقورا مسندا ظهره إلى بيت المعمور. البيت المعمور هذا يعني لكل سماء كعبة، عندنا في الأرض الكعبة الموجودة في الحجاز الموجودة في مكة، في السماء الدنيا موجودة بيت العزة، في كل سماء بيت محجوج، في السماء السابعة يسموه البيت المعمور. نفس نقول لو سقط لسقط على الكعبة، هو في حيال الكعبة في مركز الكون، وأيضا الكعبة في مركز الكون بالحديث النبوي الشريف المعجز الذي يخبر أن أول شيء وجد فوق الأرض بعد الثورة البركانية التي كانت تغمرها المياه هي الكعبة المشرفة، بالدليل العلمي أي البحث في الحفريات وما إلى ذلك، توصلوا إلى صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة فوق الماء ثم دحيت الأرض من حولها. لا سنعود إليه ربما تسمحك فقط فضيلة الشيخ. نعم. مشاهدينا نواصل بقية الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ سليم ونعود بعد قليل. مجددا مشاهدينا الكرام في حصتنا الخاصة بليلة الإسراء والمعراج مع فضيلة الشيخ سليم.
فضيلة الشيخ، نود أن نعرف ويعرف المشاهد الكريم من أهم العجائب التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة الإسراء والمعراج، الأحداث والواقع التي حدثت في الإسراء وفي رحلة المعراج كلها عجيبة وكلها غريبة وكلها تدخل في ما يسمى بالخارج عن والخارق للعادة، كلها من المعجزات. يكفي أنه التقى بالأنبياء بأجسادهم وأرواحهم، يكفي أنه قطع رحلة الإسراء والمعراج في لحظات، في ثواني، في حوالي 2000 كيلومتر يقطعها في ثواني أقل من دقائق. هذه من الغرائب لا تعرف إلا الآن. المهم، كنا قد توصلنا إلى وصوله إلى السماء السابعة في هذه الرحلة الغيبية الكبيرة، ووجد أبا الأنبياء وهو من أبنائه صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه أهلا بالابن الصالح والنبي الناصح، وتعرف عليه، قال: ووجدت البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة. يعني كل يوم يجي 70,000 واحد يطوفون ثم لا يرجعون، عدد الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم بعد ذلك جبريل، ما زال جبريل عليه السلام مرافقا له ويعرف: هذا أبوك إبراهيم، هذا أخوك عيسى. ثم ارتفع إلى ما بعد السماء السابعة، إلى مكان يسمى سدرة المنتهى. ما معنى سدرة المنتهى؟ أي عندها تنتهي علم الخلائق، ليس هناك مخلوق وجاز له أن يخترق هذا الحد، هذا المكان، هذا الفاصل. وإذا بالنفس يمضي مرتفعا، يمضي جائزا هكذا، وجبريل يتوقف فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أخي يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليلة، يترك الحبيب حبيبة، نتخليني؟ فنظر إليه جبريل وقال: يا رسول الله، يا محمد، إنك لو اجتست لاخترقت، ولو اجتست لاحترقت. أنا هنا مكامي، أنا هنا مكاني، أنا هنا حدي. فإذا بالنفس يزداد تشريفا ولا يكون له مؤنس إلا الله عز وجل، فيبقى يروح إلى ما لا يعلم إلا الله عز وجل، يبقى يقترب ويقترب كما قال. ثم دنا فتدلى، كان من ربه عز وجل قاب قوسين أو أدنى. حينئذ أوحى إليه الله عز وجل وكلمه وأعطاه هدية الصلاة. الصلاة مشي رمضان، مشي الحج، مشي الزكاة، مشي كل الشرائع التي فرضت عن طريق جبريل عليه السلام يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. ولكن الصلاة قيمتها يا ناس، قيمة الصلوات الخمس، قيمة الركوع والسجود، هذه الأشياء الغالية. اسألوا المرضى اللي ما هوش قادر يهبط من السرير تاع المرض، يحتاج، توحش، اشتاق لتلك السجدة الحلوة الرائعة، كيف يبث أشواقه ودعاءه إلى الله تبارك وتعالى. اسألوا ذاك الذي فقد بصره أو فقد النطق، كيف اشتاق إلى أن يسبح الله عز وجل أو أن يذكره في الصلاة. الصلاة وقيمتها إنما جاءت عبر دعوة من الله لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يصعد إليه هناك في حضرة القدس والطهر ومكان شأن الربوبية. حينئذ أعطاه هذه الهدية 50 صلاة. وبعد المناجات وبعد كذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا. جاءت، أنا لا أحب أن أقطعها في سياقها التاريخي، ربما أشرت في البداية أن لما يعني تبلدت غيوم الحقد والبغضاء والمكر والإذية والضرر من كفار قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرواح، أنت تعرف القوة ومصدر القوة والله، تعلمها علم اليقين، تعلمها علم اليقين، أروح نوريها لك الآن عين اليقين، أروح تشوفها. وراح وشاف السماء وشاف الجنة وشاف النار وشاف الكذا. سنذكر بعض العجائب والغرائب التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجي مؤشر الإيمان، مؤشر ثقة في النفس مرتفع لأعلى مستوى له. نزل، طبعا نزل لما يكون في الشأن في النزول، يعني هذا الشكل التنازلي مش الصاعد. أول سماء وش هي؟ سماء السابعة. فوجد إبراهيم سلام عليكم وجهابط، يلقى سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى في شيء من التنافس بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام، والصراع الأخير رح يكون بين هذه الأمم، لا تقوم الساعة حتى تقاتل العرب اليهود وكذا وكذا، فيتجمعون في فلسطين. وبعد ذلك ستكون إن شاء الله الجولة التي ترد المياه إلى مجاريها وإلى الحقوق إلى نصابها إلى غير ذلك. التقى بموسى عليه السلام، موسى الذي لما رأى محمد عليه الصلاة والسلام صاعد بكى
وقال له لخطش عرفت بلي هذا النبي الذي جاء من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. جاء قال له سلام عليكم. قال له وش ماذا أعطاك ربك؟ وش ربينك؟ قال له أعطاني الصلاة، فرض علي ربي 50 صلاة. وش قال له؟ شوف المناصحة، شوف النبي الناصح، شوف الأخوة كيف تكون. كان قادر يقول ما لما 50 صلاة ما يقدرولهاش، خله ينزل بهذه 50 صلاة أمته ستفشل في أول محاولة، سوف ترسب في أول واجب وفرض لا تقوم به 50 صلاة. احنا 5 صلوات الناس ما مش يصلوا، 5 صلوات اللي هم يصلوها مضيعينها، ويخلي حتى اللي عيشه ويجمع كلش، وين 50؟ وين 50 صلاة؟ فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال له لا يا محمد يا أخي، ننصحك لوجه الله، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قل له ينقص لك شوية. شوف الكلام بينه وبين الله عز وجل، فرض الله عز وجل فرض. قال له ارجع إلى ربك قل له ينقص لك، قل له ينقص لك، ما يقدروش الأمة تاعك. أنا سخصيني، أنا عالجت بني إسرائيل في الدعوة لقيتهم غلاظ الرقبة، ما يقدروش. أمتك أضعف روح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حشم، وين يولي؟ هذا ماشي مدير ولا كذا ولا 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 وزير ولا مسؤول ولا يروح يقول له ماذا بك سوي لنا. استغفر الله العظيم من هذا الكلام، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل الرب تبارك وتعالى. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، يعني كان يقول وش رأيك؟ قال له إذا حبيت، إذا شئت يلا نروح. فعاود صعد النبي صلى الله عليه وسلم، صعد وراح وراح حتى الله تبارك. قال له يا ربي أنا الأمة نتاعي ضعيفة، و50 صلاة بينوا لي الناس اللي كانوا قبلي باللي بزاف وكذا، لو كانت نقص لي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حاب يصلي، هو كان يصلي أكثر من 50 هذه، فنقص له 5 صلوات 45. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يناضل من أجلنا، إحنا من أجله، هو كان يصلي أكثر. فينزل موسى عليه السلام يقول له وش؟ قال له الحمد لله النصيحة نتاعك جبت الثمرة نتاعها، هو نقص 5 صلوات. قال له 5 صلوات ما يكفيش، الأمة نتاعك ما تطيقش، عاود ولي ليه. شوف الإحراج، هو راح يولي لله عز وجل، إحراج كبير راح يكون، عسرة صعوبة ولا لا، هو لله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيهون في سبيلي أنا وانتي وهو وهي اللي هم يشوفوا ولا مساعد، خليهم باش ننقص عليهم. يعاود يصعد الله عز وجل الحشمة يقول له يا ربي 5 صلوات اللي نقصهم لي بانت لي باللي لو كان غير تنقص لي أكثر، ويجي 5 5 حتى الحق له 5 صلوات 5 صلوات ونازل. وما زال سيدنا موسى يقول له لا ولي. شوف الأخوة والمودة الحقيقية الصادقة، يعني يقول له خليه ينزل بربع 50 صلاة، والله واحد ما ينجح، استغفر الله العظيم، إلا القليل. شكون ينجح بخمسين صلاة؟ 50 صلاة 5 صلوات أنا نشوف أنا الآن، وأنا أبناء واقع، ما نكذبوش على بعضنا، ناس كثار اللي هو يصلي ما هوش يصلي، فما بالك اللي ما هوش يصلي إطلاقا. 50 صلاة باقي مع حتى قال له نقص هذه 5 صلوات. قال له عاود روح قول له نقصتك. قال له لا النبي صلى أنا حشمت بزاف، استحييت من ربي ولكن أقبل وأسلم وأرضى بهذا 5 صلوات. فهو هكاك ينزل النداء ويقول له قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هي 5 صلوات، 5 في الصلوات 50 في الأجر، لأن الحسنة بـ10 أمثالها. ونزل نفسه بالصلاة، ثم ودع إخوانه الأنبياء وجاء ورايح للمكة. حتى في شأنه واحد الأبيات شعرية جميلة هكا تبين، أولا نحب الأنبياء، نحب الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، هذه عقيدة عندنا. لكن عندنا أيضا المفاضلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الشاعر الحكيم الذي يقول ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا، إذا ذكروا الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى، وإن ذكروا نجي الطور موسى، وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مبتهجا لتغنى، فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأثنى، ولو قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليتيه ذهنا، وإن يك خاطب الأموات عيسى فإن الجذع حن له وأنا، وسلمت الجماد عليه نطقا فأنا يستوي الفتيان أنا، وإن يك درع داود لبوسا تقيه من التقاء البأس حصنا، فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا، وإن وصف سليمان بملك فذا كره الكنوز وقد عرضنا، وبطح مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى،
وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوتي لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد ربه لقومي إن فإنهم لا يعلمون كما علمنا إلى آخر الأبيات الجميلة التي تبين كيف أن المسلم يقبل غيره ولكن كما نقبل غيرنا نقبل الحقائق. إن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل المخلوقات وهو أنبل الرسل وهو أكرم البشر وهو أتقى الناس إلى الله تبارك وتعالى. جاء إلى مكة وأصبح في ليلة واحدة كل هذه الرحلة أصبح في بيته ثم ذهب إلى المسجد إلى الكعبة طبعا. فجاءه أبو جهل ابن هشام الذي كان يؤذيه فيقول له بالاستهزاء يا محمد أما حدث لك الليلة يعني كش ما صار هذا الليلة هكا بالاستهزاء طبعا. قال له نعم حدث. قال له ماذا حدث؟ قال له لقد أسري بي الليلة رحت لفلسطين بيت المقدس وجئت. وأخذ يضرب على رأسه يا محمد أرأيت إن أنا جمعت لك قومك نجيب لك الناس تقول لهم وش قلت لي؟ خلاص لقاها فرصة الآن الناس يكذبوه كل ما كانش اللي صدق كيفش دار هذا؟ قالوا نعم أحدثهم وراح جمع له يا بني فلان جو جماعة. وهذه أيضا لفتة اللي عنده المعلومة يا شباب يا أيها الناس اللي عنده الدليل علي يقول لك اللي عنده المعلومة يكسب نصف المعركة اللي عنده المعلومة عنده الحجة. جو قالوا أخبرهم نفسهم فعلا رحت البيت المقدس وجيت رحت في ليلة وجيت في ليلة. قالوا نعم. طيب لو كان قال لهم رحت للسماء السابعة وبعدها وش يديروا؟ فكذب الناس واستغربوا. فجاءوا بعض التجار المعروفين تجار أصحاب الأموال وكذا اللي دائمين رايحين جايين طبعا رحلة في اليمن ورحلة في الصيف للشام. قال له شوف يا أخي هاك تقول بلي رحت البيت المقدس وفلسطين احنا نعرف بيت المقدس شارع شارع حارة حارة خبرنا بها. كيفاش نفس مكان في الليل وما كانش مركز في مع الأنبياء راح يشوف لك التواقي والبيبان تاع بيت المقدس تاع الحارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شفاش عليها. فالله عز وجل جلى له بيت المقدس شريط فيديو شوف الذي يملك المعلومة شوف الذي يملك المعلومة موثقة شوف الذي يملك المعلومة مع شاهد عيان كما يديروا الإعلاميين شوف اللي يملك المعلومة مصورة وبشكل متحرك هاوليك يعني هاوليك الصورة. كان واحد يكذب قال فجلاه الله لي واللي يدور فطفقت أصف لهم بابا بابا منفذا 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 يعني هايلك وش جاي كذا وش جاي في اليمين وجاي في الشمال بالدليل الموثق اللي عنده المعلومة وخاصة المرئية. وإحنا رانا في الإعلام الآن اللي عنده الناس مراسلين وعنده يجيبوا المعلومات من عين المكان أفضل ممن يديها من شاشات واحدة أخرى. هذا معروف هذا في لغة الإعلام يعني اللي يكون عنده فعلا في المحل شاهد في الواقع في الميدان أفضل لأنه عنده المصادر نتاعه الشخصية اللي يقدر يوظفها. وهنا أيضا أنا أنظر ربما أستبق الأحداث في هذا المعنى بالذات نفس مما رأى يعني ما رأى من ما ذكرت أنت في الغرائب والمعجزات رأى رجلا مستلقا على قفاه راقد على 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 رأسه يعني على على ظهره وفوقه ملك من الملائكة كبير وعنده حجرة صخرة لا عنده الكلاب من حديد سنذكر صاحب الصخرة ويجي للشدق نتاعه ويقط يمزقه إلى أذنه ويروح للجهة الثانية ومزقها إلى أذنه ثم منخره أنفه إلى أذنه والمنخر ثم عينه وهكذا كل ما يمزق له هذه الثلاثة ويروح يتحول من هذه الجهة هذا يبدأ يبرأ من آلام طبعا ما نحدثكمش على الآلام أي واحد يخبر يزيد يمزق هذه الأشياء ويزيد يولي من هذه الجهة يكونوا لصقوا وهكذا إلى يوم القيامة. تعرفوا هذا شكون وش كانت المعصية نتاعه؟ هذا كانت المعصية نتاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي جبريل ما هذا؟ قال هذا الذي كان يخرج إلى الناس فيكذب الكذبة تصل إلى الآفاق يخرج يكذب كذبة وهذا يسمعها يوديها الآخر يوديها الآخر ماذا لو كانت هذه الإشاعة في جريدة والجريدة كي تطبع منها بالآلاف ومنش عارف وتوصل للولايات كلها ولا ربما توصل لبلدان أخرى ماذا لو كانت فضائية لو كانت قناة وتكون معلومة خاطئة وتكون معلومة مغلوطة مثلا وتوصل إلى العالم كله كم يكون صاحبه؟ لكن بنفس الوقت لا نذكر السلبيات ماذا لو كانت معلومة طيبة مفيدة في الجانب الصحي في الجانب الاقتصادي في الجانب الديني في الجانب التوعوي في الجانب التربوي في الجانب التعليمي في الجانب التخصصي كم صاحبها يؤجر من الثواب حينما تطير وتصل هذه المعاني. احنا والله الآن أنا لما نقول يعني وراني يعني في تصوير في حصة الإنسان لما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمح واحد في المشرق واحد في الجهة الشرق الأوسط واحد في أوروبا ولما يسمح يقول عليه الصلاة والسلام من الذي يؤجر
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 مرات. قد يثاب القائل المتحدث ويثاب المستمع المشاهد ويثاب مالك القناة والفرقة التقنية كلهم الذين أوصلوا هذه المعلومة المفيدة إلى خلق الله تبارك وتعالى. أعود إلى أن هذا كما ذكرت يعني من يملك المعلومة الموثقة يملك نصف المعركة ويتغلب على الآخر لأنه عنده الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى إنسان مستلق على قفاه فوق ملك بصخرة عظيمة يضرب بها رأسه هكذا فينشلخ رأسه كله وتسقط الورقة على رأس جبل، تسقط الصخرة في سفح الوادي، فيذهب ذلك الملك رويدا رويدا يأخذها، ميروح يجيبها يكون هذاك ولاله رأسه كما كان، مع آلامه كذا ويزيد يضربه، ويزيد هكذا هذا العذاب نتاعه إلى يوم القيامة، واللي راه يستناه بعد يوم القيامة أكثر، قل لي شكون هذا؟ قل لي شكون هذا؟ لأن مش القصة في القصة، القصة موجودة بأن هذا أنموذج أصحابه موجودين. قال النبي يا أخي يا جبريل من هذا؟ علام يديروا هكا؟ قال هذا الذي كان ينام على الصلاة وقت الصلاة يصلوا هو راقد، على باله باللي ربع ساعة يأذن باقي راقد، يسمع في الأذان وباقي راقد وهذا هو رقد. ماذا لو كان قاعد هو يأذن هو ولا داير حساب، عنده حاجة يكتب فيها ولا عنده سيجارة في فمه ولا كذا. هذا كان ينام على الصلاة المكتوبات وأعطاه الله القرآن فنام عنه، وعطاله 60 حزب، عطاله 30 حزب، عطاله أحزاب ما حبش يقراها، حفظها وينساها. هذا إذن العذاب نتاعه في الدنيا يعني في البرزخ، ما العذاب يوم القيامة وش راه يستنى فيه. ورأى أيضا رأى ناس عندهم لحم منا ولحم منا، لحم طيب ما شاء الله، شوفي كأشهى ما يشتم رائح الإنسان من حشوى وغيره هكا من الروائح الزكية، وعنده منا اللحم عفن نتن يعني لا يساوي شيء مملوء بالديدان، مخلين هذا اللي يقطر بالشواء وما إلى ذلك يخلوه ورحل هذا اللحم النتن العفن يأكلون منه. تعرف هذا وشنو؟ قال هؤلاء الذين لهم الحلال فيتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام. عنده الراتب نتاعه سواء في الحلال سواء في 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 الزوجة مع الأخريات أو في المال، عنده الراتب نتاعه ما شاء الله، ينتظر في جيوب الناس كيف يبتز أموال الناس، كيف يأخذ الرشا أو يأكل الربا أو ما إلى ذلك. حينما يترك الإنسان الحلال ويذهب إلى الحرام هذا عذابه إذن في عالم البرزخ، ما لو شعي سن فيه لما يجي يوم القيامة. نعم، وأشياء كثيرة جدا ثبتت في هذا. رأى مالك خازن النار لا يضحك أبدا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج جابوا له 3 لما الحق هكا في الاستقبال، طبعا أي واحد يلحق هكا يلحق يجيبوا له حاجة يشربها صح ولا لا، فجابوا له سنيه وهكا ولا طبق ولا فيه 3 كيسان، كاس تاع البن كاس تاع ماء وكاس تاع خمر. طبعا الخمر ما كانش محرمة في ذلك الوقت، النبي ما يشربهاش حتى كي كان صغير وما يشربهاش، أبو بكر الصديق ما شربهاش كاع، جابوا له تفضل وش يدير خير؟ شاف النبي صلى الله عليه وسلم شاد اللبن وشرب، فماذا قال له؟ قال له اخترت الفطرة، تختار أمتك الفطرة، لو اخترقت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمرة لغوت أمتك. النبي صلى الله عليه وسلم شاف من بعد خير الحليب وكان يقول ليأكل أي مكل يقول اللهم وزدنا خيرا منه إلا هاك إلا في الحليب واللبن، يقول وزدنا منه يعني كأنه فيه غذاء، وفعلا فيه غذاء كأنه أكل وشرب. في هذا من بين الدروس في الإسراء والمعراج أن المعراج جاءت الأعظم الفوائد والدروس والعبر والحقائق والمبادئ في مسألة الرؤية، مسألة المشاهدة، مسألة المعاينة، لأن الإنسان ممكن يكون متأكد أنا جاتني معلومات متأكد منها، هذا التأكد لا يصل إلى 100% إلا إذا جاءنا عن طريق الشرع، لكن ماذا لو كان شفت أنا الحقيقة هذه الأحداث أنا شفتها، ما زال نقول لهم قريب متأكد أنا شفت أنا عشت معها. هكذاك أراد الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا في الإسراء قال في الآية اللي ذكرتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، باش نوروه ونخليه يشوف. إذا هذه المرتبة العظيمة اللي راح منها النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها في الإسراء باش يشوف الأمور الغيبية. والمعراج هذا في الإسراء ياك، وفي المعراج نفس الشيء في سورة النجم
والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد، لاحظ كلمة رأى الآن، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن ما هو الهدف الأكبر من الإسراء والمعراج؟ هي أن يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم من المعلومات التي جاءت عن ربه عز وجل، من علم اليقين، من علم اليقين لا يشك أبدا، إلى عين اليقين، إلى حق اليقين، إلى أن يراها بعينه. ماذا لو كان هذا منهجنا نحن في الحياة؟ خليك من الشك، خليك من الظن، خليك من الحسابات اللي تطلع فيها وتهبط، حاول تكون عندك الدليل الموثق، حاول دايما باش ما تظلمش الآخرين تكون متأكد من الموقف اللي تتخذه. هذا الإسراء والمعراج من بين الدروس تاع القصة، ما ناش نحكو في أحداث ومواقف، إنما راني نستدعي بعض الحقائق والمفاهيم اللي نقدر نستفادوا منها، أن تكون في المنهج نتاعك، لا مع إذا كنت مسؤول مع الموظفين، ولا رب عمل مع العمال، ولا رب ولا أب مع أولاده، ولا أستاذ مع طلبته، كلها تنبني على مسألة الحقائق. كذلك كان أيضا مما يبين أن سورة الإسراء هذه سورة مكية، يعني في وقت مكة، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في مكة ما كانش اليهود، كانوا حوالي 5-4 يعني يعدون على أصابع اليد الواحدة، في المدينة المنورة كانت قبائل بالمئات. لماذا إذن سورة الإسراء، سورة الإسراء ذكرت بني إسرائيل في حقبة تاريخية، في ومضة زمنية لم تذكر في القرآن الكريم كله، حتى الصور المدنيات حيث الاحتكاك والصدام مع اليهود لم تذكر، وذكرت في سورة مكية، ذكرت نهاية دولتهم وزوال حضارتهم وأفول نجمهم، وبينت أن القيادة انتقلت من هؤلاء إلى صاحب هذا الكتاب العزيز الخالد القرآن الكريم. في سورة الإسراء ذكرت مرتين، في البداية وفي النهاية، في كل مرة تعقب، وأختم بهذا المعنى، في كل مرة تختم وتعقب بذكر القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. بعد أن ذكر نهاية دولة بني إسرائيل وزوال حضارتهم قال إن هذا القرآن، وكأن بعد هؤلاء، بعد أن تطوى صفحتهم، الهداية، البيان الإلهي، التشريعات تكون من الكتاب. هذا في صدر السورة في بداية، في النهاية أيضا، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأرى أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، إلى أن يقول جئنا بكم لفيفا، ثم يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل عن القرآن، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لا أدعي أن هذه هي دروس الإسراء، ولكننا قد استقصينا أو أحصينا شيء من الدروس أو المفاهيم أو المعاني التي إذا ما استدعينا أحداث الإسراء استدعينا معها هذه الحقائق، لعلنا ننتفع ولعلنا أن نفصل بين الدراسة كواقع، كحدث، كسرد لمعلومات، مع المفاهيم التي تحتاج إلى عقل متأمل، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. آمين يا رب العالمين. أشكرك فضيلة الشيخ جزيل الشكر على المعلومات التي
قدمتها لنا حول موضوعنا اليوم، موضوع أو حادثة الإسراء والمعراج. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا هاته. نتمنى أنكم قد تكونوا قد استفدتم معنا من حادثة الإسراء والمعراج. أشكركم على الإصغاء والمتابعة، وأشكر الفريق التقني، ونلتقي في أعداد مقبلة بحول الله. مولاي صل وسلم دائما دائما. مولاي صل وسلم دائما دائما.